طيب تحية وسلاما، تحية حب وتجديد عاد وشوق كريم إليكم واحتراما. السادة الفتيرات، أسعد الله وجودكم بالخير والمحبة والسلام. أنا ما داير أطيل وما عندي كلام كثير أقوله بصراحة، بس في نقطة حبيت أعقب عليها أو على جناح السرعة دائما وأبدا. النقطة دي يا ريت الناس تركز معانا فيها جدا، وأي زول يعني يبدي رأيه في الموضوع، مع أنه معروف غالبا الرأي يكون شنو. أنا دار أتكلم عن حادثتين سريعات جو في وقت قريب جدا لبعض، خلاص تفصيلهم ساعات. طرد المحامين مبارح من دار المحامين من قبل نقيب المحامين اللي هو كوز، والمفترض القرار يكون حل النقابات أو كان كذلك. كويس، يبقى نقيب المحامين بيتعامل مع المحامين اللي جو الدار على إنهم ولا شيء، على إنه أطلعهم شمش كده. رفض المحامين إنه يطلعوا عشان الناس ما تقول ليهم عملوا كده، خلاص ليه مرقوا سمعوا كلامه، رفضوا. والرجل استعان بقوة عسكرية شرطية، استعان بقوة شرطية عسكرية، قال لهم يا أخي النازل جايين يخربوا الدار، والنازل دارين يسووا ويفعلوا ويتركوا، فبالتالي نرجو من السادة في السلطات الأمنية أنها تبعد لنا الناس ديل. فما كان إلا أنه جطردوا المحامين بكل يعني أسلوب غريب جدا، كويس، وطلعهم برا. ما يزال المحامين معتصمين في الدار، ما يزالوا موجودين، غضب جدا من التصرف ده، وبشوفوا أنه دي دارهم. طيب السؤال موجه للمجلس العسكري، السؤال موجه للمجلس العسكري، من تحكم إذا كان دار المحامين والقضاء لسه النزاهة ما توفرت فيه، والسلك بتاع المحامين بيتم طردهم بالسهولة دي كأنه ما في حاجة، تغول على الأجهزة العدلية بصورة ما عادية، كويس، مع عنتزة وطغيان وتجبر من نقيب المحامين اللي مفترض يكون هو سند، كويس، قانوني، ويكون هو شخص يؤدي الأمانة بتاعته ويبلغ رسالته في المسائل دي. الناس اللي التحقوا باللايف جديد، حدثت أمس حادثة طرد محامين من دار الموضوع ده ما صغير، الموضوع ده ما بيفرق أبدا عن فض المظاهرات بالقوة وإطلاق الرصاص على الناس، الموضوع ده أصله ما صغير، أصله ما صغير. في ناس قد يقولوا يا أخي كده ياسر ركز، هو يا زول هو يا زول، الدولة العميقة متواجدة وظاهرة كمان في العلن. السيد السادة في المجلس العسكري، انتوا قلتوا يا اخي دارين تخرجوا بالبلاد لبر الامان، ديل الكيزان بتحكموا في مفاصل الدولة وبكل وقاحة بيواجهوا الناس، بكل وقاحة كمان بيواجهوا الناس. يبقى دور المجلس العسكري شنو؟ الناس بتهرب بالمطار ليل ونهار، لا في صورة جابت لعمر البشير ولا فيديو ولا غيره، ولا شفناكم قبضتوا الناس علنا، ما بيغلبكم انكم الان تعملوها، ولا بيغلبكم الان انه كان طالما حليتوا النقابة مباشرة تطلعهم كلهم، ما كان في شيء بيغلبكم في الحاجة دي نهائيا. ليه يا ناس المجلس العسكري، ليه قبلتوا بالمسألة دي ومشيتوا ما طلعتوا فيها حتى بيان، ولا قلتوا انه نحن حلينا النقابات؟ هل المجلس العسكري قاعد يخشى من المؤتمر الوطني، ولا بتصحح مقولة الشعب انه المجلس هو كيزاني بحت؟ يبقى المجلس العسكري يجيب على التساؤل ده مباشرة في بيان، في تعميم صحفي سريع يوضح الحاصل ويتخذ الاجراءات مع نقيب المحامين المحلول، ويعتذر للمحامين عن التصرف ده. الحادثة الثانية والمهمة برضو اللي هي الحادثة بتاعت ظهور عبد الحي يوسف كمان، كويس، كل من حلينا من هوس ديني بيجاي نلقى هوس ديني ثاني بيجاي. عبد الحي يوسف الفئة اللي بتتبعه، كويس، دي الناس الحكومة بتستخدمهم ككروت. الحكومة الفاتت دائرة عيد تواجدها لدى الشباب، دائرة عيد تواجدها لدى الناس، خلاص الآن في الشارع، دائرة ترجع للمشهد السياسي، شايفة إنها ما عندها قبول نظام الأخوان، ما عنده قبول، بقى لابد يجيب لك كروت يرجع لك بها تاني لسدة الحكم. من ضمن الكروت دي زي ناس عبد الحي، يمشوا يجمعهم وين ويجتمعوا بهم وين، قادة من فوق يقولوا لهم يا اخي امشوا قولوا الدولة دي كافرة وما بتنفع معانا، وطبعا يعجبوك يجوا وان هذه كانت وين، وقت الناس بيستغيثوك يقوم واحد من الشباب الافتارات ويقول لك سير بنا يا عبد الحي، وقم يا عبد الحي، ما قمت مالك الوقت ده، ما قمت مالك، ليه هالكيل بمكيالين؟ انتوا تابعين يا عبد الحي ومعاكم دين بني اميه، انتوا ما تابعين دين الله، دين الله بعد الناس عنه، انتوا
خلاص المناصرة بتاعت عبد الحي يوسف لداعش في أقواله وفي تصرفاته دائما وأبدا أكبر دليل على إنه الجماعة بتاعت عبد الحي والبتفكير عبد الحي دارين يجروا البلد دي لمحرقة أهلية وبهددوا الناس بالتنظيم العالمي للأخوان ده من قبل فترات أشياء خليها دي ابن جليه. خلاص إنه ياخد تنظيم الدولة للدواعش إنه يكون في السودان هنا تنظيم الدولة الإسلامية. في نفس الوقت الكلام ده الآن بيخدم النظام الكيزاني السابق بصورة ما عادية. إذن دي كروت بيستخدموها للمتظاهرين وموضوع عشان يخوف الناس. نحن بنحشد كما حشدتم. أمشي أحشد عليك الله. أمشي أحشد. هل بيجيب معاك من؟ إلا الزول المهووس زيك كده. ده كلام فارغ وده كلام. أنت عبد الحي المفترض الأولوية كان تزور هيئة علماء لا حول. خلاص المفترض كان تزور أسر الشهداء وتمشي طيب خاطرهم. وتمشي تدعو على السلطان الجائر. الوقت ذاك المفترض كان الدموع بتاعت الاطفال في دارفور الاطفال اللي بتاكلهم تلتهمهم الوحوش في الشارع نازحين من الحرب انت كنت وين الوقت ده كله؟ وين كان ضميرك؟ وين كان رب العالمين اللي بتتذكره الا الان؟ انت مثال سيء جدا لثيوقراط لحكم رجال الدين. خلاص انت مثال سيء خالص خالص. وكل من هو على شاكلته ما هو فقط كل من هو على الشاكله والفكر الآن بقيت تجي ناطي تدارين تقلبوها كفار وشيوعية. انت كنت وين وقت كان الكفار الشيوعية البشير بيجري لهم جري بيقعد تحت رجلينهم بيقول لهم الله والرسول تعالوا احمونا من امريكا لم نرى منك فتوى مع انك في كتابك الاستبداد السياسي مكفر الحكام اللي بيتعاملوا قلت بغير ما انزل الله استدلت بالآية بتاعته من لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون استدلت بالآية دي قلت فبالتالي حكام العربي والعالم العربي والإسلامي كلهم كفرة وصلت مرحلة والمعاق قلت إنه اللي بيشتغل في الدولة كان عسكري هو كافر وصلت بالكلام ده لأنه اعتبرته هو تابع للحاكم الكافر ده عبد الحي يوسف أي زول راجع الكتب والمؤلفات بتاعته عشان ما يجي زول يقول لك والله يا أخي لا ألا وبتكفيره للبشير ذاته كان ما في مناسبة للبشير بتاعت عرس إن شاء الله من بعيد إلا جاري جاري يكون في العقد ده الكافر اللي أنت قلته أنا بحاكمك بمنهجك وبطريقتك وبأسلوبك عبد الحي يوسف ومن هم معه ظاهرة نفسية خطيرة تحتاج إلى إعادة تأهيل وفك برمجة في العقول ومحاسبة على الشباب اللي قدمتهم محرقة كويس في العراق وفي سوريا وفي وين الشباب ديل ها الشباب أنت قبل اليوم في محمود محمد طه طلعت قلت نقتله ردة ونتقرب به إلى الله قلت كده قلت لأنه كفر محمود مش محمود عفوا محمد طه محمد احمد صحيفة الوفاق وسميت النفاق انت شخصيا دماء الناس دي لو ما بتوجعك كذاب ما عندك علاقة بالمفهوم الديني اللي بتقوله اذا الزول دماء الناس واعراض الناس وحياتهم دي ما بتغيظه زي نوع من الناس كان مستعد يرد شفت السوريين وينشر طيار الكراهية والسوريين دي ما دايرينهم وما بعرف ليه ثلاثة يوم يتكلم في الموضوع ده مين تجي تقول له طيب رايك شنو في النظام العام اللي بيقهر الناس رايك شنو في جهاز الامن اللي بيستضعف الناس يقول لك لكن السوريين تاني يرجع لك لموضوع نفس الطريقه عبد الحي يوسف ومن هم معه خطر كبير جدا على المجتمع نفس الخطر بتاع ناس مزمل وما بعرف ليك منو ديل اللي بيحمل الهوس الديني ديل المطبلاتيه للحاكم امبارح كنتوا بتضربوا له الدفوف تطبلوا للحاكم الان بقى ما في كويس جه حاكم جديد عليكم بالسمع والطاعة يا عبد الحي عليكم بالسمع وتسكتوا ساي لأنه 30 سنة الشعب قاعد يحكي يسمع عليكم أنا من صغير بعرف لو كنت بحضر زمان ديوان الإفتة لما كان بيجيبك الكودة زمان وانت بتكون وكده كنا نشوف لكن شايفينك الوقت كله بتفتي خلاص لغاية ما الواحد كبير فعموما تيارات الهوس الديني هي مدعومة من النظام زي الدواعش الماسكنهم كان هنا في السودان ده شفناهم كلنا في المعتقلات خلاص شفناهم وداير يعرف الدواعش حقيقة يمشي المعتقلات عشان يشوف العشرات والمئات للتخوف تقول انه تعيش السودان ده فيه وجين الشغل اذا الكلام ده نحن شعب واعي الشباب المرق ده شباب واعي لا محتاج كلمة من عبد الحي ولا من غيره الشباب ده مرق لهدف ولدولة مدنية انت ما وصلت بتفكيرك لسه ليه ما داير سنوات اول حال برمجة تتفكى اول حال هاردس كده يتغير تاني من جديد برمجة اعادة تأهيل نفسي وصحي لانه خطر على المجتمع خطر على المجتمع انت مستعد يا عبد الحي تطلع لك كتائب تضبح الناس مستعد لكن الجيش لك بالمرصاد في نفس الوقت والشباب لك ايضا اذا كان جاي تعتدي يعني على الناس نحن لا نشجع الاعتداء ولا العنف ولا غير ولا قاعدين نعلق على الاحداث العنيفه دائما فهمت فعموما انا دي رسالتي وبختم تاني في الموضوع الاول اللي بديت به ترضى المحامين امبارح للناس اللي التحقوا الان في اللايف امس
المحامين مشوا الدار بتاعتهم في نقابة المحامين، مشوا آمنين مطمئنين بعد عرفوا إنه تم حل النقابة، مشوا كجسم كجسم عدلي. ما كان معليش دي مكالمة دخلت لها، ما كان من النقيب اللي هو من تنظيم المؤتمر الوطني ما كان منه إلا قال لهم أطلعوا برا، ما كان منه إلا قال لهم أطلعوا برا. نطلع كيف ونحن محامين ودي دارنا ودي بوضع؟ لا أطلعوا برا. ورفضوا يطلعوا مباشرة بسرعة سريعة جدا ورقة يسلمها لناس الشرطة، أنا نقيب المحامين كذا كذا كذا، الآن في جهات جاية تخرب، في جهات زي الجهات اللي قالها عبد الحي قبل شوية، قال إنه في جهات دارة تخرب بيننا وبين الشباب. يا زول مع الشباب ما معك ما فالله يهديك يا أخي، الله يهديك يا أخي، ما في زول داري يدحش خلاص. قال لا في جهات جاية تخرب دار المحامين الآن، وعليه أرجو اتخاذ الإجراء اللازم. ديلك جو لانه مهمه تنفيذيه، جو يا جماعه معليش بس اتفضلوا، لا لا دي لا لا اطلعوا معليش بس معليش طلعوهم لغايه الان هم حول دار المحامين. يبقى المجلس العسكري يقول نحن حلينا النقابات، والنقابات ما زال النقيب يا اوكوز. المجلس العسكري الشعب السوداني ما حيقبل التصرفات دي، ما حيقبل، والمجلس العسكري داير الاعتصام طبعا ينفضه دايره، لكن ما بينفض لك خلاص اذا كان انت حتى دي تصرفاتك الان مع الناس. اذا طالما هو مجلس الان حاكم الدوله اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، عليه انه يتخذ اجراءات واضحه جدا حتى لا يفقدوا ثقه الناس تماما. هي اصلا الناس عندها مشكله مع الحكومه خلال 30 سنه جاي الليله ثاني دار تاكيده بصوره اكبر. عشان كده عليه انه يتخذ القرار ده بانه يبعد الكيزان من النقابات والمؤسسات الكبيره وكل الحياه دي، والتنظيف بيجي بالايام نعم، لكن في خطوات لازم تعرفها الان. صحيح دولة عميقة ما بتتحللك في 3 يوم، لكن انت ابدا الان كويس فترضي هؤلاء، دي رسالة واضحة، لانه لا دولة عدالة ولا دولة قانون، وسيظل الكيزان قاعدين كده معناها الناس تفهمها بالاستفزازية دي، بالاستفزازية دي. انا ما دار اطول يا جماعة، والكلام كثير جدا وكده، وحبيت اختصر اللايف عشان كده عملته 12 دقيقة الليلة. خلونا ان شاء الله على تواصل، وتحية وسلام.